عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة مرقة الدجاج الصحية جدا اللي لا غنى عنها لكل البيوت، هتنفعك جدا جدا في الشوربة اليومية بتاعت كل يوم بتاعت رمضان. هيكون عندك طبعا شوربة فراخ او شوربة لحمة، وهيكون عندك الخضار ده، عندي 3 فصوص حبهان وروزماري وتوم وبصل وجزر وجنزبيل مطحون وورق لورا وخضرة انا ببقى مجمداها وحطها في الفريزر، بستخدمها في المحشي او بستخدمها لاي حاجة انا عايزاها. كل الخضرة اللي عندك ممكن تستخدميها، عندك بروكلي، عندك اي حاجة خضار حطيه، هنحطهم في الشوربة يستوي يسلقوا، وبعدين في حلة هجيب فيها احط 1/2 كوباية دقيق ونص كوباية زيت، وبعدين احط التوابل اللي عندي، فلفل اسود وبهارات فراخ وبودرة ثوم، بودرة بصل، كاري، كزبرة، بابريكا، طبعا ملح، معلقة ونص كبار ملح، كل البهارات اللي عندك 7 بهارات، كل البهارات اللي انت بتحبي طعمها حطيها. كل دول هنزل بيهم على الدقيق والزيت وهقلبهم مع بعض، ومعلقتين سمنه بلدي عشان انا عايزاها يبقى طعمها وريحتها حلو، اطلع بس ريحه الدقيق واطلع ريحه التوابل بتاعتي وبتبقى ريحتها تحفه. بس هقلب كده، مش هغير لون الدقيق ولا اي حاجه، بس هقلب واخليهم يمتزجوا تماما مع بعض، وهشيك كده على الخضار اللي في الشوربه اشوفه اتسلق ولا لا، استوى ولا لا، وبعدين اسيبه يهدى يبرد شويه، وبعدين هضربه بقى في الخلاط، او لو عندك الهاند بلندر تضربيه في الحله في نفس في مكانه. انا كده ضربته كده وبقى بالشكل ده، خلاص ضربته في الخلاط وبالشكل ده، هنزل بالخليط اللي قدامي ده على الدقيق والزيت اللي انا عاملاهم كده شوية على النار، طلعت ريحتهم. كمان هراعي كويس جدا ان انا لما هنزل بيهم عليه اقلب كويس جدا بسرعة زيه زي البشاميل، عشان خاطر ما يتكتلش ويدي يعني والدقيق يبان، لازم افك الدقيق والتوابل عشان اكنها بشاميل بالظبط، وهحطهم على النار يستوي شويه لغايه لما يتقلوا ويدوني قوام تقيل شويه، لان الدقيق ده ماده ربط وهي اللي هتقله معايا، هيبقى يعني سريع. يعني ده القوام اللي انا عايزاه. هروح بعد كده اجيب الصينيه او اي حاجه هحط فيها الخليط ده عشان ادخلها الفريزر. جبت الصينيه الكبيره دي ودهنتها زيت علشان خاطر اقدر اطلعها بعد كده منها، وعلى طول بنصب الخليط بتاع مرقة الدجاج في الصينية على طول، عشان لو سبته في الحلة هياخد شكل الحلة علشان الدقيق. عندك بقى قوالب التلج او قوالب الشوكولاتة السيليكون، الحاجات اللي انت بتستخدميها دي ممكن تحطي فيها، انا حطيت في دول عشان بس اوريكم الشكل. لو انت عايزة تحطي على طول في الصينية وبعد ما تجمد بتقطعيها مكعبات زي الحقيقية اللي بنشتريها من السوبر ماركت، بتعمليها دي بعد ما جمدت وطلعتها وفكتها، وده شكلها. انا بحب اطلع المكعب كبير شوية علشان انا بحب يبقى طعم مرقة الدجاج باين في الشوربة، او بستخدمها في الملوخية، لو ممكن بحطها في الخضار بقى، في البامية، في السبانخ، في اي خضار انت بتطبخيه. دي صحية ومفيدة، فيها الخضار بتاعي، وهي شوربة فراخ اصلا انا عارفاها وضمنها وعارفاها. جربيها واي تعليق اكتبوهولي هرد عليكي. سلام عليكم.